السلام عليكم. النهاردة هكلمكم عن حاجة غلطت فيها في بداية الشغل بتاعي. إن أنا في بداية المشروع عينت اتنين بمرتب ثابت، وأنا لسه ما كنتش بدأت ولسه ما انتشرتش ولسه ما كانش جالي شغل. فالموضوع ده أثر عليا إن أنا ما بقتش عارف إن أنا هجيب مرتباته إزاي، وإزاي هم هيكملوا في الشغل معايا. بس يعني مع الوقت عدلت الموضوع ده، يعني هما ما بقوش يشتغلوا معايا، لان انا كنت مظبط معاهم ان هما هيبقى ليهم مرتب ثابت. فكملت مع نفسي انا واخويا. والموضوع ده يعني دلوقتي انا عايز ابدا ان انا اصلحه خالص، يعني ان انا ايه هما اجيب ناس تشتغل معايا. بس هيشتغلوا بالايه؟ بالتانك. يعني كل تانك هيبقى ليه هو ايه نسبة معينة. هيشتغل التانك، هيخلصه، هياخد النسبة بتاعته والشغل بتاعه. وبكده ان شاء الله يعني ايه هبدأ اكبر الموضوع. الغلطة التانية ان انا في الاول اشتريت تيشرتات كتير، اشتريتها وعملت عليها الطباعة بتاعت الشغل بتاعي، وما كانتش هي كمان التيشيرتات اللي المفروض ان انا اشتغل بيها. يعني المفروض ان انا كنت اجيب حاجة بماتيريال مختلفة تستحمل طبيعة الشغل. فكرت في المنظر، فكرت في الشغل، بس ما فكرتش في العملية. فهم دول اكتر حاجتين انا غلطت فيهم في الاول، وما اتمناش ان هو حد يغلط فيهم. يعني هو في الاول انت ادرس الموضوع الاول، ان انت اشتغل الاول وجيب فلوس الاول، وبعد كده ممكن توظف ناس وتشوف هتوظفهم بانهي طريقه، اذا كان فول تايم ولا بارت تايم. وفي الاول برضو ما تشتغلش، ما تجيبش حاجات كتير، هات حاجات على قدك، وحاول تجيب الحاجات دي تكون حاجات عمليه تشتغل معاك. بس انا عبد الوهاب الفارسي، وشكرا لكم.